السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الفيديو مالتنا نوضح لكم به بعض الأعمال الضرورية والواجب عملها لبعض النباتات في بداية الربيع. نبدأ عملنا على نبتة اليهودي الحمراء أو البنفسجية. لاحظ شكلها متعبة نتيجة البرد والشتاء اللي مضى. احنا لازم ننظفها ونقلمها تقليم جائر حتى في هذا الموسم تفرع، وان شاء الله اصور لكم اياها بمنظر مختلف عن هذا المنظر تماما. جزء جماعة يحكون علي يقولوا لي حجي شبقيت بيها النبتة. بالعكس، النبتة بهذا العمل اني انفعها ما اضرها. اقلمها بهالطريقة، اوخر كل الاغصان القديمة والتلفانة حتى على الموسم تفرع ان شاء الله، تظهر بكامل حيويتها وجمالها. ننظف الادغال اللي طالعة جواها بالعدة مالتي الدرنفيس. هاي كلها ادغال تزحف وتنتشر بدورها، فلازم بهالوقت نتخلص منها. هذه هسه قلمتها، راح اريكم اللي قلمتها قبل شويه. شوفوا شلون صايره، صار هالشكل بينما هي كانت بهالشكل هذا المبعثر. هذا كله انا راح اقلمه. ابقى بس الافرع الجديده والنشطه اللي مثل هاي ما اقلمها. هذا نبات اليهودي خلصنا منه. نجي على نبات الجلبرة. هذه نبتة الجلبرة، هاي نظفتها قبل شوية. شوفوا شلون صارت، كانت بهذا الشكل. هاي الجلبرة متأثرة كلش بالبرد، متأثرة بالبرد. نحاول نقلمها، نوخر هاي الأفرع. شوفوا هاي وردة، هاي نقطعها. شوفوا هاي النموات، هاي نموات جديدة، ما اشلعها ولا اقلعها. هاي جديدة، هاي القديمة اوخرها لانه متأثرة بالبرد وتعبانة. هاي نمو جديدة، هاي نمو جديدة، هاي القديمة نوخرها، هاي القديمة نوخرها، هاي جديدة، هاي همات قديمة. هاي نفس الحالة، نفس الحالة. شوفوا هاي الجنبذة كيف تطلع جنبذة وردة. هاي بالرغم من انه تعبانة ولكنها تزهر ودائمة بالعطاء، لانه نبتة دائمية وما تموت باذن الله. هاي شبقيت بيها هاني، بقيت بيها بس النموات الجديدة. نجي على هاي الزنابق، نعرف وقت تزهيرها في الصيف، فنحاول نقلمها وننظف ما حولها. هاي شوفوها
هي منظرها جميل، ولكن خلال اسبوعين ترجع اجمل مما هي عليه الان. شوفوا نازلة نارق وين نازلة، جاية على أقلام الوريد، جاية على الجلبرة، فكلها نوخرها. شوف ما شاء الله أقلام الوريد، أقلام الوريد اللي زرعتها السنة ناجحة والحمد لله. هاي كلها أقلام، الحمد لله أنا أزرع أقلام الوريد بدون أي مجدر وبدون اي غطاء، ولكن ازرعها في مكان كثيف يما زرع، والزرع شيء يحمي شيء. اخ هاي داوودية قلعتها، اقدر ازرعها في مكان اخر. هاي داوودي، هسه نرجع بعدين شلون نعتني بورد الداوودي. نجي على هاي نبتة الداوودي، طبعا مثل ما تعرفون الداوودي يزهر بالخريف والشتاء، يعني موسم انتهى موسم تزهيره، فنحاول نقلمه ونقطع هذه الاوراد بدل ما توسخ لنا المكان. هذه كلها راح اقلمها. هذه هسه تقريبا انهينا تقليمها، ربما واحد يقول خربتها عمو منظرها صار مو حلو، بالعكس هذه هسه شوفوها بهذا المنظر. ان شاء الله اذا الله انطانا عمر فد شهر او اقل من شهر راح تشوفون هاي كتله من الخضار، وبدايه الخريف تصير كتله من الورد. نجي ننظف هاي الجلبرة اليمها نفس الشيء، همات الأوراق القديمة هاي المو زينة نوخرها، نوقف بس النموات الجديدة والأوراق الجديدة. هذه الجلبرة، هاي الزبالة مال الداوودي نشيلها. هنا عندنا هاي أقلام الجوري أو شجرة الجوري، هاي الأقلام هم نقلمها اللي جاية على الورد. هذه الكهرماني هذا هم نوخره. هذا المكان حطيته نظيف وجاهز للتزهير ولموسم الربيع. هاي طبعا ابصر ما شاء الله تي تزهر لسه حاليا، هاي لها لازم اسندها بعوده. نجيب هاي عوده اشتخها قريبه ونجيب فك خير، نحاول نربطها نساعدها على ان توقف عدله حتى نتورد اورادها تصير مستقيمه للاعلى. هاي طبعا انقطعت بس لا بس، هسه من عدلت راح تزهر اكثر بعد وتبهرنا بجمالها. ونربطها بقوي راخي يعني خيط مو عالية. نجي هاي نبتة الداوودي الثانية، هاي شوية انشط من ذيجة ما متأثرة بالجو. هم نقطع هذا الورد القديم ونهيئها الموسم الربيع. شوفوا اعزائي شو منظرها صار، منظر جميل، وبعد كم يوم راح تفرع راح تصير كتلة من الخضار. هاي الداوودي مثل ما تلاحظون صفها عقل الأوراد الجوري ما شاء الله كلها ناجحة بدون مجدر وبدون غطاء.
هاي كلها اقلام ورد الجوري. هاي ابصال الهايسنت متروكه من العام، هسه نبتت وان شاء الله تزهر. وهذا القرنفل العراقي، وهذا بيناتهن ورد الصباح. الفيديو طبعا صار طويل، ان شاء الله نكمله بيوم اخر على باقي انواع النباتات. شكرا جزيلا لكم، مع السلامة تقبلوا تحياتي، خالد الخياط.